سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. أولا عندي إعلان هام حابة أني أشاركه معكم النهاردة. في شهر نوفمبر هو شهر الصلاة للعابرين، وخاصة بنخصص يوم 18 نوفمبر من كل عام أنه اليوم ده يكون يوم الصلاة العالمي من أجل العابرين في العالم كله. وبنقول لكل عابر وعابرة، أنت لست وحدك وأنت لست وحدك، إحنا معاكم، عارفين الصعاب اللي بتمر بيها، وخاصة الكثيرين في أوقات الحروب الرهيبة اللي إحنا عايشينها النهاردة. فبندعوكم أنكم تشاركونا ككنائس وجماعات وأفراد في اليوم ده. اليوم كله هيكون شهادات عابرين ومشاركات من ناس من العالم كله. هيكون عندنا برنامج على الهواء مباشرة باللغة العربية والإنجليزية، يكون إنجليزي بس مترجم، وأيضا ترجمات أخرى. فصلوا من أجل اليوم ده، صلوا من أجل العابرين، شاركونا ككنائس وجماعات، واكتبوا لنا على الويب سايت اللي هو mbbglobal.org. أوكي، خلينا ندخل بقى في عنوان حلقتنا النهاردة. عنوان حلقتنا النهاردة هو رحمات الله في عالم مليء بالفوضى. لما نبص لحالنا النهاردة نظرة عامة، بص كده نظرة عامة على العالم كله، انت ممكن توصف اللي بيحصل في العالم ده ازاي؟ ممكن توصفه على حسب حالك وموقعك من الفوضى دي، او عصبياتك الشخصية، او موقعك في العالم. يعني إذا كنت في غزة، ولا إذا كنت في السودان، ولا إذا كنت في إسرائيل، ولا أنت عرب إسرائيل، أنت فلسطيني غزاوي عايش في الضفة، عايش هنا عايش هنا، أنت بتوصف الفوضى اللي أنت شايفها حواليك دي إزاي؟ أحيانا بنشاور على بعض ونشاور على بعضنا البعض باللوم، كل واحد مننا له يد في الخراب ده. الدمار اللي احنا شايفينه النهاردة ده حوالينا وفي العالم كله، كل واحد مننا بيبقى مركز على حتة صغيرة، لكن الواقع ان العالم في حالة من الفوضى غير عادية. لازم نوسع كده نظرتنا ونرجع لورا ونبص نظرة على اللي بيحصل في العالم، وإيه اللي الشيطان عايز يعميك عنه، وإيه اللي الله عايز يفتح عينيك عليه. في دمار نراه من سنين، والتاريخ بيشهد على ده. كل جماعة مننا بتشاور على التانية وتشير باللوم والاتهامات والتحزب اللي موجود في داخل الإنسان وطبيعة الإنسان. على طول عندنا تحزبات خاصة، مع إن الله بيقول لنا إن إحنا نسامح بعض، نغفر لبعض، نقترب من بعض، نتحد مع بعض، نعمل في الأمور هي للبناء. لكن إحنا كإنسان بطبيعة فاسدة يحتاج إلى الله دائما نتجه للتحزب وخلق الجماعات اللي غالبا ما تنتهي بأنها انفصالية إرهابية. نتقلب بقى على بعض، حتى في كل شعب بتلاقي فيه يعني انقسامات داخلية. في ناس في الغرب عندهم انقسامات داخلية لدرجة انه في حروب، وفي ناس في الغرب عندهم انقسامات داخلية في السياسة مثلا، ينقسموا الأحزاب هنا ولا هنا. لكن احنا بقى عندنا في العالم التاني البعيد عن الواقع، عندنا من داخل كل شعب جماعات بتهدم البلد وتقتل الشعب. كل جماعة وكل أسرة فيها انقسامات، دي طبيعة الإنسان. وبعدين بقى نروح ننقلب على الله نفسه، فنشاور على الله باللوم ونجعله طرف في نزعاتنا، وباسمه باسم الله بقى نرتكب كل الفظائع والجرائم وهو بعيد عن كل ذلك. ليس لله دخل في الشر اللي بيصنعه الإنسان النهاردة. الكتاب بيقول كده، حاشا أننا ننسب إلى الرب جهالة أو ظلم أو إرهاب، لكن هناك إله في وسط
كل ده اللي هو الشيطان نفسه هو من يدعو لهذا الظلم والإرهاب والجهل اللي احنا عايشين فيه. الألم كتير. الأسبوع ده كان شاق جدا علي أنا بصفة شخصية، لأني ببص للي حواليا غير الألام اليومية اللي الواحد بيمر بيها، بنبص للي حوالينا وشايفين ألم منتشر في كل حتة. أحيانا الله يعني يسمح أننا نتألم علشان نشوف إيده وشخصه وعمله ورحمته في وسط التجارب الصعبة. هو مش بيسببها، لكن هو بيكون في وسطها معانا. وأنا بتكلم هنا عن الله القدوس عمانوئيل، الله معنا، وليس آلهة العالم الباطلة اليوم بما فيهم إله الإسلام. الوجه الفاسد لإله قدوس. ما ينفعش إنك تقول على إله الإسلام إله وتشاور على الله أو يعني تنسب إلى الله الحقيقي هذا الجهل. النهاردة أنا الحقيقة غرضي من الحلقة أنكم توسعوا الصورة شوي، نوسع الفهم لما يحدث حولنا. غرض الشيطان اللي هو أتى ليهلك ويقتل ويفسد الإنسان اللي ربنا عايز يخلصه، يعطيه حياة، يكون شريك معاه، يكون موجود معانا. الله عايز يكون موجود معانا في كل شيء لو احنا اعطينا له هذه الفرصة. لكن الشيطان النهاردة بالفوضى اللي هو يعني اساس الفوضى اللي زرعها في العالم النهاردة مخلينا في حالة لخبطة شديدة. يعني في حياتي كلها انا لم ارى وقت كهذا الوقت من الفوضى العارمة في كل دول العالم، في كل شوارع العواصم في العالم. اللي فاكرين ان هم بيعملوا مظاهرات علشان يقفوا مع شعب غزة، وهم في الحقيقة بيعضدوا حماس، بيعضدوا الإرهاب والقتل. اللي 99% منهم ما يعرفوش يعني ايه القضية الفلسطينية، يعني حاجة، ولا حتى يعرفوا ايه اللي حصل في إسرائيل. فأنا عايزة النهاردة إن إحنا في النهاية نشوف مراحم الله كيف نصل ليها المتاحة لنا جميعا. الكتاب بيقول لنا إنه الله مراحمه كثيرة وتتجدد كل صباح، مش للمؤمنين بي بس، لكن الرب بيقول إنه هو بيشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار. لأن حتى الشرير له فرصة كل يوم أنه يتوب ويرجع ويسمع ويفهم مين هو الإله اللي بيحبه وعايز يعطي حياة. النعمة المتاحة لينا اللي احنا ما نستحقهاش. فخلينا النهاردة نستعرض أحداث من العالم كله، أحداث من أماكن مختلفة، ومش بس خاصة بإسرائيل وغزة. فهي دي الحرب الحقيقية الحقيقة. يعني ده حوريكم جزء صغير مما يحدث في العالم، لكن ازاي العالم بيستجيب لبعض القضايا الإرهابية الخاصة بالقضايا الإسلامية. دائما القضايا الإسلامية، القضايا إسلامية بحتة، مع اننا ممكن يكون شكلنا بنتنازع على شعوب وأرض وده وده وده. ده ليه؟ لتعضيد أهداف الإسلام في العالم كله. بكل جهل الناس اللي على الأرض اللي واقفة بتهتف في الشوارع دي وتقول حماس ومش عارف ايه، هم بيخدموا القضية الشيطانية. انتم مستخدمين من الشيطان علشان تحققوا خطة الإسلام في العالم، في السيطرة على العالم. ودائما في ضحايا، ضحايا جهل، ضحايا إرهاب، يعني بكل صوره بقى. عندي سؤال للكل النهاردة، احنا ليه نسينا الناس المتألمة في دول عربية إسلامية اللي لسه حروبها دايرة لحد النهاردة؟ ليه الإعلام ما بيتكلمش عنهم؟
ليه ألمهم لا نراها على الشاشات؟ بسألكم ايه اللي انتوا ليه ما بتتكلموش عن الحروب الدائرة حول العالم كله؟ بلاش الشرق، خليني اروح لأوكرانيا وروسيا. عملنا ايه بقى احنا في قضية أوكرانيا وروسيا؟ ليه ما فيش ناس طلعت وعملت مظاهرات؟ اتكلمنا عنها شوية وصمتنا لانها ليست قضية اسلامية، يعني مش هتفيدنا في حاجة. لكن ناخد تعديد شوية من روسيا، نقف جنبهم شوية، ممكن ده الحل عند المسلمين. الى برضو حين اننا نصل انه يكون للاسلام مكان في روسيا. لكن مش دي القضية الهامة، مفيش قضية اسلامية مباشرة، مش كده؟ في ناس كل يوم بيموتوا وشعوب اتهجرت في روسيا وفي اوكرانيا، يعني الاوكرانيين اضطروا يخرجوا، فضلوا الرجالة وطلعوا الستات والعيال، مش كده؟ محدش بيتكلم عنهم ليه؟ عارفين اتكلمتوا عنهم ازاي؟ انا فاكرة عشان انا اتكلمت في الموضوع ده. اصلهم الغرب بياخد البيض ومش عايزين ياخدوا اللي من الشرق الاوسط، وانتم مغرقين الغرب كله. ومش بس مغرقين الغرب، ده احنا خاربين الغرب. مش دي فوضى؟ مش دي حرب؟ مش في ناس بيموتوا وناس بتتهجر؟ وما شفناش العالم بيتكلم، العالم الغربي بيتكلم او بيعضد او بيحط حاجة، يعني بيعمل حاجة. احنا موافقين عليها ولا مش موافقين عليها، او كل واحد بيعمل حاجة، لكن احنا لا، ما تهمناش. فالقضية ليست اسلامية، حط دي في عينك. يا من تعضد النهاردة الاعمال الارهابية، مش بس في حماس او مش بس حماس، انتوا بتعضدوا القضايا الاسلامية والحروب الاسلامية من اول القاعدة لداعش وشغلهم في افغانستان وباكستان وكل الستانز اللي اتدمرت بسبب هؤلاء، وايران دلوقتي بقت ايران على الساحة كده عادي، نسينا مشاكلنا مع ايران ودلوقتي عادي يعني نتكلم على ايران. طبعا ناخد تعضيد ايران ما دام القضيه اسلاميه، الى ان ياتي الوقت وتروحوا قلبين على ايران وكله بقى ايه يخلص على بعضه. طب ايه رايكم في الدمار والحرب اللي في سوريا؟ عملنا ايه في حرب سوريا؟ شوف كده الفيديو اللي جاي ده، عملنا ايه؟ المشاهد اللي انتوا شايفينها دي سوريا 2016. الشعب السوري، دي مش غزة، دي سوريا. الشعب السوري اتقتل بايدين حكامه، وبيد بايدين حكامه، والصراع الإسلامي الموجود على الأرض. تيجي ايه غزة بقى في اللي احنا شايفينه؟ مش بقلل من قيمة اللي بيحصل، بس أنا بقول خلينا نكون واقعيين. مشاهد مؤلمة، كل البيوت دي كان فيها ناس، كل البيوت دي كانت فيها قصص لناس عندهم أمال وأحلام، لكن ضاعت في القضايا الإسلامية. ومين اللي لسه قاعد في الكرسي؟ قاتل هؤلاء، مدمر بلده. ليه احنا ساكتين؟ ليه مش بنتكلم تاني؟ ليه محدش بيساعد الشعب السوري اللي محتاج دلوقتي صلاة ومساعدة وبناء؟ وقت الزلزال بتاع تركيا وسوريا، تركيا فضلت تشتغل وتساعد الناس وتطلع الناس وتعمل أسابيع. سوريا من تالت يوم قال لك خلاص بقى، اللي يعني أصل خلاص مش هنلاقي حد حي تحت الأنقاض، وفضلوا برضو لحد اسبوعين يطلعوا ناس، بس هم مش عايزين يوجعوا قلبهم، ما كانوش عايزين يدخلوا المعونات للناس. قيمة الانسان في هذه الدول لا شيء، لا شيء، الصفوة والحكام والاسلام. 500,000 شخص على الاقل قتلوا على يد حكومتهم والحكومة لسه قاعدة. بلاش دي، بلاش سوري،
بلاها سوريا، نروح لكارثة لسه مستمرة الآن، حرب السودان. فجأة بلد آمنة وناس كويسين وناس طيبين وعايشين في حالهم وبيغيروا من حياتهم، وفجأة يظهر الصراع. ايه الصراع بقى؟ ان دلوقتي بقى الجيش انقسم على نفسه، ومين اللي بيحارب دلوقتي؟ اللي عايز ياخد المكانة هو الجيش الدفاع الإسلامي، قوة الردع. عملوا ايه في الناس؟ السودان اتحولت لحرب شوارع، ومش بس دلوقتي، ده من زمان. اضطهاد بقى المسيحيين، قتل الناس على الهوية اللي انتوا بتقولوا عليها الإبادة بقى دي، اللي العالم كله ابتدى يتكلم عنها بعد ما موتلهم كم مليون كده. ليه محدش شايف الناس دي؟ شوفوا الفيديو اللي جاي. دول الناس اللي طالعين من دارفور ومن يعني مش عارفة من أماكن مختلفة. الفيديوهات كتيرة على فكرة، مش مفيش فيديوهات. وقاعدين من النسوان كمان قاعد يشيلوا القروش وبيشيلوا منهم ممتلكاته وما بخلوهم بيجوا. دول الناس بتوع المساعدات الإنسانية اللي بيعملوا الخيم وبيساعدوا الناس، بيقول لك خلاص احنا ما بقاش عندنا، ودول فرحانين. يا فرحتي يعني، اهو خدت حتة أرض وهجرت ناس وقتلت ناس، وشوفوا الأطفال والستات. ما بنتكسفش على نفسنا يعني؟ لما يكون بلد شقيقة قريبة حبيبة للكل بقى، يعني المفروض الكلام بقى الكبير اللي بيقعدوا يقولوه في السياسات، مين بيقدم لهم المساعدات؟ مين بيساعد الناس دي؟ مين هيساعدهم على انهم يتغلبوا على الجيش اللي عايز يرجع البلد 1000 سنة لورا؟ ليه؟ لان السلطة كانت فيها شوية تقدم، وهنخرج برا العادات الاسلامية الجاهلة اللي كانوا عايشينها، والناس هتتقدم. فقال لك لا، نعود القضية الاسلامية. ليه نسينا وما بنتكلمش على الناس دي؟ طب اقول لكم حاجه تانية، انا يعني مين عارف انه الستات في السودان بيغتصبوا من الجيش اللي هو حامي الحمى ده؟ قصص الاغتصابات اللي موجوده على الانترنت، والناس الستات بتتكلم كتير. فين اصواتكم؟ فين اصوات العرب المسلمين لما يتقتل العربي على يد العربي؟ ولكن القضية إسلامية. أنت مش مسلم كويس، أو أنت مسيحي. المسيحيين اللي اتقتلوا في السودان، عدد المسيحيين اللي اتقتلوا واضطهدوا وطلعوا وطلعوهم بره بيوتهم وعاشوا في خيام لسنين، وما زالوا عايشين في خيام لسنين، واسترقاق الناس وبيع السودانيين كسبايا وعبيد. لماذا لا نتكلم عما يحدث في السودان؟ ناس مسلمين مسلمين مسلمين. انا ما حبيتش احط الفيديو، بس حطيت لكم صوره. بص الصوره اللي جايه دي، مجموعه عدد كبير من الرجاله مجمعينهم وبيضربوهم بالكرابيج وبيلموهم على بعض ويضربوهم بالكرابيج. دي قوات الدعم اللي بتضرب الناس في مدينة في السودان. هياخدوهم يعملوا فيهم ايه؟ يعملوهم أسرة، يا هيبيعوهم. قصص التعذيب اللي بتحصل عن إخصاء الرجال واغتصاب الرجال. أنا أسفة، الواحد مش ممكن يقرا ويشوف الحاجات دي وما يتألمش، لكن ما بتتكلموش عنها. مسلم بيقتل مسلم.
إهانة للإنسانية وتعذيب. شوف الصورة اللي بعد كده، قوات الدعم الإسلامية قتلت 773 بني آدم. مشيل الصورة بقى، يعني أنا قلت مش هحط مشاهد صعبة بلا يعني، لكن كان لازم أوريكم العالم. العالم بره شايف وبيكتب وبيتكلم. روبرت سبنسر ده عنده ويب سايت خاص بقى لكل الجرائم الإرهابية الناتجة عن يد فكر إله الإسلام، ومن يصدقه؟ 773 بني آدم، رجالة ستات أطفال، قتلوهم ليه؟ ما حدش أنا مش عارفة هم قتلوهم ليه. دخلوا على بلد فوروا. مش دول برضو ستات وأطفال بنصل يعني المفروض نتكلم عنهم؟ مش المفروض نقول حاجة عن الناس دي؟ دي على فكرة ده مش من 5 سنين، ده لسه الأسبوع اللي فات. مين قال إيه؟ أسمع مين قال إيه. خلينا نصلي من أجل شعب السودان. يا رب احنا بنلجأ ليك الآن، بنصلي من أجل شعب السودان، بنصلي من أجل رحماتك ورأفاتك اللي انت يا رب انت وحدك اللي تستطيع انك تقابل كل شخص منهم بيها. املأ يا رب قلوبهم بسلامك حتى في وسط الحرب. ارسل يا رب معونة، ارسل معونات غذائية وأدوية، وحرك قلوب الناس انها تشوف ألام شعب السودان. سيطر يا رب على الشر، قوات الدعم دي في اسم يسوع أنت توقف الشر يا رب، لأن مراحمك كثيرة ولأن عدلك قوي وحاضر في الوسط. بنصلي من أجل تبكيت القلوب وإحياء النفوس يا رب اللي أنت عايزها تعيش وتثمر ويكونوا أبنائك وبناتك في اسم يسوع. أصلي نتكلم على الحرب، حرب اليمن الحوثيين والحرب بينهم وبين السعودية يعني أنا ما عنديش يعني فكرة كتير عن الموضوع، ما قريتش فيه كتير، لكنه ما زال دائر. أنا مش عارفة إذ فجأة كده الحوثيين راحوا طالعين علشان يضربوا إسرائيل. طب ما تخلص اللي عندك، ده أنت شعبك عايش في مآسي، ما تخلص اللي عندك. حدش اتكلم في الموضوع ده. في انواع كتير من الفوضى اللي زي دي، دي فوضى في العالم كله، الناس بتتحارب لكن ايه يعني؟ الى متى؟ الى متى؟ ايه الحل؟ من يستطيع ان ياتي بسلام في وسط كل هذا الالم والدمار والفوضى؟ الناس من داخل كل بلد، العقلاء من داخل كل بلد وكل مجموعة، والعالم اللي عايز يساعد على العالم الغربي اللي بيتكلم في مواضيع السلام طول الوقت، من الممكن التغيير، لكن كل واحد عنده مصلحة عايز يمسكها، زي حماس كده القادة بتوعها عايشين بره وعندهم مصلحة عايزين يكملوا في مصالحهم، فمش مهم عندهم مين يقفل الباب، مش عايزين الباب يتقفل، هم عايزين المصالح المادية والإمكانيات الرهيبة اللي هم عايشين بيها دي. يعني النهاردة شفت رقم بيقول كده إن هنية عنده 4 بليون، يعني ما عرفش بيشتغل نجار مثلا فعمل منهم الفلوس دي ولا بيشتغل إيه، جابهم منين؟ ليه ال4 بليون دول ما كانوش مع شعب غزة يبني لهم بيهم حاجة؟ فوضى فوضى. مين هيحاسب هؤلاء؟ الشعب يحاسب هؤلاء، والله يحاسب هؤلاء. فتح عينك، فتحي عينك، ما تخليش البروباغندا اللي موجودة دي تاخدنا بعيدا عن الحلول الأمينة المسالمة وعن معرفة الله. محدش هيصلح الوضع على الأرض إلا يسوع المسيح، مفيش حل تاني.
خلينا نبص كده على نوع تاني من أنواع الفوضى الموجودة. هديكم مثال بس، يعني الفيديو اللي جاي ده في واحد في الغرب في دولة غربية بيكسر محل برجر كينج. ليه؟ علشان برجر، هم شايفين ان برجر كينج بيعضد إسرائيل. خلينا نشوف الفيديو ازاي. شايفين ليه؟ يعني حد يفسر لي ليه؟ ايه الكراهية دي؟ ايه الغضب ده؟ ليه؟ طب المحل ده بالذات ما عملش حاجة، يعني مش دول هما اللي بعتوا لإسرائيل حاجة؟ وايه الجراءة دي؟ ايه الشر ده؟ عايز يعمل اكتر كمية خسائر. وعلى فكرة انت ممكن تشيله، الراجل ده ممكن يكون ما يعني ما كانش عارف ان هما بيصوروا مثلا، مش ده تفكيره. هو تفكيره ان حد قال له احنا لازم نقاطع بقى برجر كينج ومش عارفة ماكدونالدز وستاربكس، وانه هؤلاء يساعدوا الصهاينة ومش عارف ايه. كل دول يا أستاذ ويا أستاذة يا اللي طلعتوا برضو في اسكندرية ومش عارفين ترهبوا الناس اللي قاعدين بياكلوا لقمة. يعني مثلا حد قاعد في ماكدونالد هو وعيلته ويكند ولا حاجة وبياكلوا ساندويتش، بقى الناس بقى ايه وقفوا يرهبوهم، انزل انزل انت مين انت، ويرموا طوب. ويعني وانت بترمي الطوبة على الراجل اللي قاعد جوه اللي هو مصري زيه زيك، الغباء ده؟ ده عمى روحي، عمى روحي. انتوا عميان يقودكم عميان، عميان بالروح، الكتاب بيقول كده، اعمى يقود اعمى. انتوا عميان بالروح، مش شايفين الحقيقة الموجودة امامكم. يا اساتذة يا ريت كل واحد يسمع برجر كينج وده وده كلهم، كل بلد فيها مستثمرين من البلد. يعني انت خسرت راجل مصري عمل الاستثمار ده عشان يكون عنده حاجة يرفع بيها الايكونومي بتاع البلد، اقتصاد البلد. التاني بقى اللي في الدول الغربية دول يعني منتهى البجاحة والجهل. وهو تلاقيه مثلا ما بيشتغلش حاجة، يعني اصلا عايش على معونة الدولة. ده نوع من الفوضى والجراءة اللي بتنتشر دلوقتي، وكل ما نسمح بيها وكل ما منعاقبش الناس بشدة على اللي بيعملوه ده، لان ده اجرام، اجرام مفيش غيره، you know، كل ما بتزيد. المظاهرات اللي منتشرة في العالم دلوقتي، حاول يعني كل بقى ايه، كل شوية كل يوم سبت، خاصة اللي في الغرب، انه ما بسمعش كتير على مظاهرات في العالم الاسلامي. انا افتكرت الحكايه دي صدقوني، بسمعش كتير على مظاهرات في العالم الاسلامي. ليه؟ عشان انتوا اصلا مش مهتمين، يعني احنا اصلا مش مهتمين بالموضوع، والا كنا عملنا حاجه تانية. شويه الناس اللي بيطلعوا مثلا اخوان ولا سلفيين ولا مش عارف ايه يعملوا لنا شويه هيصه شويه كده وخلاص، معلش دول ممكن، بس مش كتير قوي كده. لكن يعني الغرب دلوقتي بقى فيه عندهم شوية ناس، هم غالبا الحمسوية والإرهابيين منتشرين شوية دلوقتي، يجوا شباب الجامعات يسخنوهم فيطلعوا في الشوارع ويعملوا بقى الوقفة بالملايين ومش عارف ايه، وهم مش فاهمين اي حاجة. لكن ما يحدث في خلال هذه المظاهرات جرائم. كم حد مثلا عادة، خليني ارجع بس اشرح لكم حاجة مهمة. في الغرب على يعني على طول الخط في حاجة اسمها حرية التعبير، وحرية التعبير دي ممكن بكلامك، ممكن بانك تقف ماسك شعار وما بتتكلمش، وممكن المعترض مثلا في الحملات السياسية، المعترض على ترامب واقف بيافطة، واللي الناحية التانية على طول واقف بيافطة بتعدى ترامب، مفيش عندهم مشاكل، كل واحد ماسك يافطته واقف باحترامه
ممكن تحصل بقى يعني خناقة هنا ولا هنا كده، حاجة يعني كل فين وفين، البشر بشر. لكن مفيش أي مظاهرة طلعوا بيها الحمسوية، مش بقول المتظاهرين دول بالنسبة لي كلهم حمسوية، انت بتعضد حماسة على طول، مش شعب غزة، مش شعب غزة، وهنشوف شعب غزة رأيه ايه بعد شوية. مفيش ولا مظاهرة من دول خرجت من غير دم. دم مين؟ واحد اسرائيلي رفع العلم بتاعه، يجروا عليه يضربوه ويكسروه. مش هو ده اللي بيعمل الحرب، هو بس بيقول احنا موجودين، بصوا لنا احنا كمان. حقه الطبيعي في البلد اللي انت لجأت لها عشان تعيش فيها. ومش بس كده، دول بيبرمجوا بقى العيال العبيطة يعني بصراحة، اللي مش فاهمة، ويقعدوا يقولوا لهم والأطفال ومش عارف ايه، لدرجة ان احنا نغير القيم الأخلاقية اللي اتبنى عليها المجتمع الدولي الغربي من حرية احترام رأي الآخر إلى ضرب الآخر بكراسي في الشوارع ولا بميكروفون لحد ما يقتلوا حد مثلا. ايه التغيير ده؟ ايه الفوضى دي؟ ايه الفوضى دي؟ شوف مظاهرة في جامعة، المظاهرات كتير، لكن نسمع الست دي بتقول ايه. هي بتقول شوف، بتحكي على انها اليوم اللي قبله ده امتداد بقى للمظاهره بتاعت اليوم اللي قبل كده، وبتقول ان احنا في اليوم اللي قبل كده احنا وي تيريفايد ذم، احنا ارعبناهم، احنا وشوفوا وياه بقى فرحانين، احنا ارعبناهم. بقت كلمه انك ترعب حد مقبوله في الغرب ولا مقبوله في وسط الناس ده؟ اقول لك ليه هي مقبوله. مقبوله لان علمها لهم هو اللي الهه بيقول ترهبون به عدو الله وعدوكم، مش كده؟ نو no. لازم يعلموا الناس الكراهيه. احنا اقوياء الان واحنا هنقدر نرهبهم. تعرفوا هما بيتكلموا على مين؟ دي جامعه، والجامعه فيها كل اجناس من الناس، لكن الجامعه دي فيها مجموعه من الطلاب اليهود اللي هي من شهر او شهرين كانت قاعده جنب اليهودي والفلسطيني واليوناني والايطالي، ومحدش بيتعامل مع غيره بغير احترام او بغير النظر انك انسان. دي جامعه فيها امريكان يهود او طلاب جايين يدرسوا، فهي بتتكلم على دول. احنا ارعبناهم، احنا هددناهم، عرفوا ان احنا بنكرههم. ايه الكلام ده؟ من اين لنا ذلك؟ دي الافكار الاسلاميه اللي زرعها في ادمغه الناس دي الفلسطينيين اللي موجودين في النص، اللي هم يعني اكترهم بيتبعوا افكار حماس ولا يدينوا ما فعلت حماس ولا يدينوا ما تفعل حماس في ابنائهم اليوم. ودي المشكله، احنا ارعبناهم وارهبناهم. بتتكلم على زملائها اليهود. شوفوا السلايد اللي بعد كده، ده حصل هجوم ارهابي على معبد من معابد اليهود في كندا، والملاصق ليه مدرسه ابتدائي. ليه العالم مش بيشوف اللي بيحصل يعني في موضوع قتل اليهود على الهويه النهارده؟ ليه؟ هم بشر زيهم زيك، انت مختلف مع الدولة مش مع البشر. لكن اقول لك ليه، لان دينك علمك انه اليهودي لازم يموت،
وانه في اخر الايام اليهودي هيتقتل، هيتقتل حتى الحجر والشجر يقول لك انا ورايا يهودي تعالى اقتله. ده اللي زرعه محمد في عقول وقلوب الناس، كراهية اليهود هي كراهية إسلامية. ويقتل اليهود اليوم في العالم كله على الهوية، وهي يعني أصلا يعني الناس مش ناقصة. فبقى عندنا حوادث من إرهابيين ومتصورين فيديو واضح إن هم عرب يدخلوا في على بيت واحد يهودي وبنته يقتلوا الراجل ويفضلوا يضربوا في البنت ويمسكوها، معرفش قتلوها ولا لا، انا مش فاكرة حطيت الفيديو ولا لا ليكم، لكن كلمتكم عليها قبل كده. الناس اللي بتتظاهر تظاهرات سلمية في الشوارع بتتقتل. النهاردة عندنا اصدقاء يهود بيقولوا احنا مش قادرين يعني نكون امنين واحنا طالعين في الشوارع في الغرب. في الغرب من زرع هذه كراهية في قلوب الناس؟ الفوضى الإسلامية والقضايا الإسلامية اللي يعني إيه بقى لازم نعمل لها بقى بروباجندا عشان نقول إن إحنا مظلومين واليهود هم السبب ومش عارف. ليه؟ من إمتى؟ لكن الفكرة انه مش بس اليهود هم الـ يعني هدف المسلمين دلوقتي، لا، مش الكراهية بين مسلم ويهودي، لا، هي كراهية المسلم لكل من حوله، لكل ما هو جميل ونظيف او يعني متحضر متقدم ديمقراطي، لازم يهدم. الفيديو اللي جاي ده في واحد قسيس او خادم مسيحي واقف في على كورنر بيتكلم عن المسيح. ده مشهد مش يعني ما هوش غير عادي في الغرب، خاصة في امريكا. بتلاقي في الويكند الخدام بيطلعوا او القسيس يطلع او مجموعة معاه يطلعوا يتكلموا عن المسيح مع الناس. على فكرة معظم شغلهم مع الناس يعني مثلا تلاقيهم بيطلعوا في كل حتة، لكن تلاقيهم بيطلعوا بالأكتر في الأماكن اللي فيها ناس غلبانة وفيها ناس محتاجة وفيها ناس بتشرب مخدرات وحاجات زي كده، لأنه المسيح لوحده هو بس الشافي، هو اللي يقدر يغير حاجات حياة الناس. فبيطلعوا بيكلموا الناس، بيروحوا الجامعات وبيكلموا الملحدين وكل حاجة. فده مشهد مش يعني غير مألوف. شوف كده الفيديو. الستات اللي واقفين بقى دول هم سابوا المظاهرة الواقفة بتاعتهم، دول ستات طالعين لحماس عشان يقولوا free Palestine. اوكي، فهم سابوا المظاهرة ورأوا واحد مسيحي بيتكلم عن المسيح فراحوا مهاجمينه، لا المسيح هو نبي عندنا وانت ليه بتتكلم كده وما تتكلمش عن النبي بتاعنا. هو ما كانش بيتكلم عن النبي بتاعه، وكان بيتكلم عن المسيح، عادة ده اللي بيحصل. بس لان دي بلد فيها قانون، المفروض انه الناس ما بتطلعش من غير permits، يعني بياخدوا تصريح من البلد، مش لازم تعيده تاني خلاص كفاية. هما بياخدوا تصريح من البلد اللي هما فيها علشان يقدروا ياخدوا الكورنر ده، وبيبقى مسموح لهم مساحة محددة، فبيقفوا فيها وبيتكلموا مع ميكروفون صغير او بيتكلم من غير ميكروفون او بيدي ناس اناجيل اي حاجة. لكن انت كمشاهد بقى او واقف مستمع ما تقدرش تلمس حاجته لانها مش حاجتك، فالبوليس يحميه لانها دولة تحترم خصوصية وانسانية الناس وحقهم. فدلوقتي هم الستات دول ما هماش عارفين كده، فكان هيتقبض عليها، وارجو انه يكون اتقبض عليها هي وغيرها اللي بيعملوا كده وبيكسروا القانون عشان تتعلم انها تحترم البلد اللي هي عايشة فيها. انت ماشي في مظاهرة حماس والله اكبر، ايه اللي جابك للراجل اللي بيتكلم؟ لان المسيحيين ايضا من ضمن الاهداف عند الناس دي ان هم ينهوا على المسيحيين ايضا، لا المسيحي مقبول ولا
اليهودي مقبول عند المسلم. أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. مين اللي قال كده؟ مش أنا، ده محمد. الهدف هو هو في الشرق وفي الغرب، الإسلام يعلو فوق كل شيء ويوظف الناس كأدوات لإرهاب الغير. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد ده. The video that you're going to watch is the reason why I'm saying it. It's not about Hamas, not about Hezbollah. Leave the organization, listen الفيديو, to the people. الراجل ده بيقول انا بقول لكم انه مش القضيه مش حماس والقضيه مش اسرائيل. الراجل ده عايش في بلد غربي وبيقول للناس انه احنا في يوم من الايام شريعه الشريعه هي اللي هتكون القانون وانتوا ما عندكوش اختيار. انت قول الملكه بتاعتك انها تغير القانون للشريعة الإسلامية وإنه ده اللي هيحصل وهتشوفه. بس هو النهاية في كل اللي قاله إنه هو أنتوا ما عندكوش اختيار، العالم كله هيبقى إسلامي وإحنا we'll take over البلد، إحنا هنمسك البلد. خيال واسع شوية بس هو دي الحقيقة. معظم المسلمين اللي بيجوا علشان يغيروا القوانين، اول حاجه بيروحوا لها على طول تغيير القوانين. الهدف هو هو اعلاء رايه الاسلام. عندك الدعاة اللي زي محمد حجاب ومش عارف ايه اللي عايشين في انجلترا وغيره وغيره كتير، كل دول هدفهم ايه؟ اسلمه الغرب. لازم اسلمه الغرب، فبقوا ياخدوا بقى يعني شوارع ومناطق كلها يملوها بالمسلمين علشان تبقى منطقة يقدروا يسيطروا عليها بالصورة الإسلامية، فينتشر بقى الفكر الإسلامي ويبقى عندهم قوة بقى وحماية. يبنوا جامع ويروحوا رصين كل البيوت اللي حوالين الجامع دي يشتروها. ليه؟ علشان تبقى قوة في مكان واحد. خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده. دي صورة معبرة جدا اللي هتشوفوها دلوقتي دي على في موضوع التأثير على الغرب. شايفين يقولك الشرق الستات محجبات، وشايفين كده بس العينين اللي موجوعة، هم خدوا بقى الحتة اللي قطعتوها من على عينين الناس اللي في الشرق وحطتوها على عينين الناس اللي في الغرب. الغرب بقى أعمى عن قبح الإسلام، وده اللي المسلمين عايزينه، مش المسلمين كجماعة ولكن العقيدة والفكر الإسلامي. فبيقول كده الأجندة العامة إن هم يكسروا كل قيم الغرب الإنسانية وإنهم يفرضوا تقنين وثبوت الشريعة، ويبدأوا الأول باليهود والهدف إن هم يكملوا إلى كل بلاد الغرب. هي دي الحرب الحقيقية. بيقولك إن الحرب ليست بين إسرائيل وحماس، ولكن الحرب الحقيقية هي بين ثقافة الحياة وثقافة الموت. افتكروا إن أنا عملت لكم حلقة بتوري يعني ايه ثقافة الموت الإسلامي. الفكر الإسلامي هو ثقافة تقود للموت، تعضد وتزق كده المسلم والمسلمة على الموت. في فيديو لواحد يعني بيتكلم كده غربي، ولكنه ظاهر انه يعني غربي مسلم من افغانستان ولا حاجه زي كده، لكن عايش في الغرب. فهو بيتكلم بكل بساطه وبيقول يعني احنا ملناش حاجه في الدنيا، احنا كل اللي احنا عايشين له ان احنا نحقق هذا الاله عايزه مننا، ان الله عايزه مننا، وهي دي رسالتنا في الحياه والى الموت، ومن اهدافنا اننا
نموت من أجل الإسلام، نحن نموت من أجل رفعة الإسلام. نعم أنت بتموت من أجل رفعة الإسلام لأن هذا هو إله الدماء، إله الموت، وليس الله الحقيقي. الله الحقيقي يعطيك حياة، حياة هنا وبركات وحياة أبدية، لأنه عايزك تعيش، عايزك تكون أداة خير، عايزك تكون أداة بناء، عايزك تكون أداة نعمة، عايزك تكون أداة بركة مش أداة موت. هذا الإله اللي جه علشان يموت عننا، مش احنا اللي نموت، نموت له ونموت عنه. نحن لا نموت عن الله ولا نقدم أنفسنا ذبائح لله، الذي قدم الذبيحة الوحيدة اللي يحتاجها العالم كله، يسوع المسيح، عشان انت وانا نعيش. فرق كبير، ولكن دي صورة معبرة جدا عن تأثير يعني هذا الفكر والقضايا اللي بيستخدموها واستدرار العطف في القضايا الإسلامية اللي بيحطوها دي، اللي تناسب بس ايه حاجته، فبيعملوا تعمية للغرب. خلينا نرجع لغزة ونروح لصوت من غزة. احنا شايفين انه في الايام اللي فاتت كان في اسرائيل سمحت للناس انها تطلع في يوقفوا الضرب لمدة 4 ساعات في اليوم، والناس ابتدت تطلع. طبعا قبل ما نشوف الفيديو ده، الفيديوهات اللي موجودة دلوقتي على الساحة، يعني 900 فيديو بيوريك ازاي حماس بتضرب الناس اللي بتحاول تطلع. امبارح لسه طالع فيديو الناس ابتدوا، اما نشوف الناس وهي طالعة كده، الناس ماشية صف ومسكين رايات بيضة او رافعين ايديهم عشان ايه، يبقى الجيش الاسرائيلي اللي واقف مأمن خروجهم يبقى شايف ان هم مسلمين. فالناس ابتدت تخرج من يعني زي كده شارع ضيق، حارة كده صغيرة، ومجميع من الناس خارجة، وبعدين ابتدوا يضربوا عليهم رصاص. والست اللي بتصور يعني عمالة طب ليه كده وبتاع، يعني وزعلانة ومتضايقة، وواضح ان حماس هي اللي بتضرب، هم فيهم منهم فيهم لانهم رجعوهم تاني. نفس الفيديو محطوط وعليه بقى اعلان انه ده إسرائيل بتضرب الناس عشان ما يطلعوش. طبعا يعني ده كده لأنه الفيديو الحقيقي واضح، لكن خلينا نشوف الناس اللي كانت خارجة ماشية أول ما خرجوا من قبضة حماس قالوا إيه. نشوف. أو لا سوري معلش، أنا وقفوا ثانية، أنا ده الفيديو اللي بعد كده، خليني أشوف الفيديو ده الأول أقول لكم أنا حطيت الفيديو ده ليه. ده راجل رايح في مظاهرة من مظاهرات حماس وبيسألهم، اسمع. انا مش قادر افهم هذا. ليه هذا؟ انت ابوها؟ سامي من اليوم. والله قديش عمرها؟ سامي 5 سنين. يا حماس طبعا دمها اخضر. بسالك مره ثانيه، اذا فقدت بنتك هذه الحبيبه لطيفه، اذا قررت بدها تفجر حالها، انت بدك تكون صح؟ صح انا بدعمها وبايدها في هذا الموقف. عن جد عن جد، انا يعني ما شفتش عمري ناس بتتكلم على أولادها كده إلا اللي عاشوا مع حماس على فكرة، اللي عاشوا بهذا الفكر الإسلامي المتشدد. على فكرة الفلسطينيين نفسهم لما بيتكلموا على حماس بيقولوا دي منظمة إسلامية، بيقولوا كده، مش منظمة للمقاومة ولا يعني قيادة شعبية، يقولك دي منظمة إسلامية. وهذه المنظمة الإسلامية ربت هؤلاء على إن الدم ولادهم رخيص، يقولك لا أنا عضدها، لا شاطر قوي، هتعضدها على الإرهاب، تعضدها إنها تموت. الأب يموت هو علشان أولاده يعيشوا، الأم تموت هي عشان أولادها يعيشوا، مش تقولك هي دمها أخضر. إيه اللي أنت فهماه عن الدم الأخضر؟ مجموعة من الإرهابيين يرهبوا الشعب داخل غزة،
في الايام القادمه ممكن احط لكم فيديوهات كتيره عن الشعب عن الحمسويه بيضربوا الشعب. قتلت ابنائهم، دول قتلت ابنائهم، فلازم النتيجه تبقى اللي احنا شايفينه على الارض. نشوف الفيديو اللي بعد كده. شفت شفت الدبابات وشفت طلعنا من تموت، احنا طلعنا من تموت والحمد لله رب العالمين. اللي دمروا البلد قول يا ابو العبد ابو حمزه غاب من الشاطئ بقول انت اكبر عميد انت ومشعل عميد حسبي الله وانت النعم الوكيل. جابوش هم سيره اليهود؟ ما بيتكلموا على مين؟ انتوا العملاء، انتوا يا حماس انتوا العملاء، انتوا اللي بتقتلونا. والست بتقولك احنا طلعنا من فم الموت ليه؟ وهم خارجين كده في حماية الجيش الاسرائيلي، بس عشان تبقوا عارفين مين اللي بيقتلهم، لان اللي فضلوا جوه محبوسين علشان يكونوا دروع بشرية لحماس. كلمة دروع بشرية دي يعني الحقيقة انا فكرت فيها النهاردة، هو مش بياخد واحدة واحدة ولا واحد واحد ويتحمى فيه، هو الحمساوي النهاردة لابس زيه زي المدني، بس هو عارف يروح يستخبى فين وعنده جحر تحت الأرض، زي ما واحد من القادة قال احنا بنينا الأنفاق لحمايتنا. أما الغزاوية فهم 70% لاجئين، فعلى الأمم المتحدة حمايتهم مش من أو إسرائيل بقى تحميه. دول بيتكلموا عن الالام اللي مروا بيها بسبب حماس، ما قالوش اسرائيل، قالوا حماس. نسمع نفكر مين اللي خلق الفوضى، مين اللي سبب الفوضى من غير ما يشيل لقمه للناس دول ولا طريق للخروج. لكن الثمن لكل ده، الثمن. عايزاكم تشوفوا الفيديو ده وتسمعوا الطفل ده وهو بيتكلم. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. هلا. كيف امورك؟ منيح الحمد لله. كيف الوضع؟ منيح الحمد لله. ايش عامل؟ ولا شيء. طلع كيف الحياه، مزع الحياه. ايش صار معك؟ ايش صار معك يا جمال؟ ثمان شهور صاروا عندي. طيب. اشياء يعني في الشارع، شارع حميد كله اشياء يعني في تحت الردم، لسه في شارع حميد تحت اشياء. الحياه متنا وتشتيش الهدنه وتيش. من غير ارتياح بدنا ننام فضولنا وتشتيش الهدنة، احنا ندعو فضولنا يا عمي. الطوب يتكلم، صدقوني الطوب يتكلم. الطفل ده هل الثمن اللي دفعه الطفل ده من فقدان اهله وطفولته وانسانيته، لانه بكره معرفش هيختار السلام ولا الحرب، معرفش ازاي تقدر تشفي طفل زي ده عاش الألم دي ويعيني ماشي بيتكلم الحمد لله. دي من رحمات ربنا برضو، إن الله يعلن حضوره للأطفال دول، والله يعلن شفاءه. أنا صلي من أجل الطفل ده بالذات، يا رب أنت تأتي بحضورك عليه، وأنت تلمس قلبه، وأنت تتراءى لي، وأنت تنقذه من براثن الإرهاب، هو وكل أطفال غزة في اسم يسوع. ده تمن الإرهاب الإسلامي واللي بيدفعوه أبرياء. تكرار المصير المر ده لأنه ما كانش أبدا فيه توبة ووقفة مع النفس ولا مراجعة للي بيعملوه القادة المجرمين دول. لكن نحن انا النهارده عايزه اقول لكم عن رحمه الله في وسط كل الظلام ده. في مراثي ارميه كده بيقول ايه ارميه، بيقول يعني خليني اقول لكم ارميه الاول ده كان النذير للشعب، شعب اسرائيل، انه انتوا هتثبوا لانكم اخطأتوا وان خطاياكم كبيره وكتيره، وبسبب خطاياكم هتثبوا، هتخرجوا، هتفقدوا الارض اللي انا اديتها لكم، وتروحوا في السبي ورا الآلهة اللي انتوا دخلتوها غيري. الشعب وقع عليه عقاب بسبب خطاياه. قد ايه ارميا نفسه اتألم في الوسط، هو نفسه
الرسالة بتاعته ما كانتش سهلة، لكن اديها لهم، وكان عارف انه ايه بقى، قال ايه؟ بيقول انه من حسنات، من احسانات الرب علينا اننا لم نفنى، لان مراحمه لا تزول. ده كان كلام قلبه، لانه كان عارف ان الله هينقذهم، وكان عارف ان اتكاله الوحيد لازم يكون على مراحم الرب. الله مراحمه لا تزول ومتاحة لنا جميعا، وفي وسط كل هذه الألام مراحمه موجودة للمتألمين. أنا بصلي من إنه الله، من أجل إن الله يتواصل مع هؤلاء، واللي إحنا مش عارفين نوصل لهم علشان نوصل كلمة رحمة، لكن الله يستطيع إنه يوصل لهم كلمات النعمة والرحمة. داود قال كده: ميز مراحمك يا رب، وإنت مخلص المتكلين عليك، وتخلصهم من بيمينك من المقاومين اللي بيقاومونا. احنا نقدر نقول لربنا: يا رب انت بمراحمك خلينا نشوف تمييز مراحمك في حياتنا، وتخلصنا لاننا متكلين عليك. مراحم الرب في حياتنا حسب قلبه وطبيعته. الله اللي جاء علشان يخلصنا من الهلاك الابدي هو نفسه الساكن في السماء، وهو اللي معانا اليوم، اللي مراحمه بتتجدد علينا كل يوم. في فرق بين النعمة والرحمة. النعمة اللي احنا خدناها بموت يسوع المسيح عننا نعمة معطاة لينا لغير المستحقين بالكامل، لكن رحمات ربنا بقى فوق ده. هو عادل ويستطيع ان هو يعني يحاسبنا حسب اعمالنا، لكنه ادانا رحمته اللي تفيض علينا بغنى محبته، أنقذنا بنعمته وإحنا غير مستحقين، بل كنا مستحقين الهلاك بسبب أعمالنا، لكن رحمته فيض من المحبة متجددة كل يوم. رحمات الله شخصية جدا بتشوفها في حياتك وانت متألم من أجل الجميع اللي حواليك، أو متألم شخصيا. وده اللي أنا بقوله عن نفسي، أنا في لحظات اليأس وأنا ببص على هذا الدمار، رحمات ربنا كانت وإحساناته عليا كثيرة عشان أشوف النعمة اللي ممكن تكون في حياتكم إن طلبتوه اليوم. المهم إنك تراها شخصية في حياتك. يونان النبي لما وقف علشان الله أرسله يتكلم لشعب نينوى، كان كاره الشعب ومضطهد الشعب ومش عايز الشعب يتوب، لكن الله قال له: لا، رحمتي تغطيك وتغطيهم، ومحبة الله وغفرانه اللي حطها جوه يونان وتوبة يونان خلته يشوف مراحم الله بشكل أكبر وأعمق، ويترك ويتغلب على عصبياته الشخصية. الله كان مهتم انه يعلمه الغفران وعدم التعصب اللي بيجعلنا احيانا نتعالى على الله. توب النهاردة امام الله واطلب رحمته وغفرانه واطلب الرحمة والغفران للاخرين ايضا. هو ده الحل. انا بصلي ان الله يلمس قلوبكم النهاردة، والى اللقاء في الحلقة القادمة.